تمام. طب معلش كنت عايز اسال، بس هو الاولى ان انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد كورد الصلاه على النبي، او اقول اللهم صل على سيدنا محمد عز خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا لا، عز خلقك ورضا نفسك لم ترد مع الصلاه على النبي، انما وردت في سياق خاص متماسك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده، من هذه كلماته.